مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجراد. أعربت وزارة الخارجية النمساوية اليوم عن قلق النمسا بصفتها أحد المبادرين المشاركين في المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة من استخدام الأسلحة المحظورة مثل الذخائر العنقودية والألغام الأرضية في أوكرانيا، معتبرة أن التقارير الواردة في هذا الشأن صادمة. كما طالبت الوزارة بلجنة تحقيق دولية محايدة تابعة للأمم المتحدة وبسرعة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وكان قد أدان المستشار كارل نيهما جريمة القتل الجماعي للمدنيين في بلدة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، لافتا أن جرائم حرب ارتكبت هناك بحسب وصفه. أكد وزير المالية النمساوي ماغنوس بونا أن الحكومة قد أقرت حزمة مالية بقيمة 4 مليارات يورو لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن التضخم مستورد ويرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، موضحا أن الحكومة قد وجدت نفسها أمام تحدي جديد عقب أزمة جائحة كورونا التي تجاوزت مساعدتها 42 مليار يورو، حيث أن مساعدات الشركات المتعلقة بالجائحة تقلصت. ولكن عقب على الفور أزمة حرب أوكرانيا وتداعياتها الواسعة على أسعار الطاقة. حذر المستشار السابق ومدير الطاقة الحالي كريستيان كيان من أن الزيادات العائدة في أسعار البيع بالجملة للمنتجات الفردية زادت بنسبة 300% إلى 800% في غضون عام، لكنها لم تصل بعد إلى المستهلك النهائي، ويرجع ذلك بالأساس إلى حقيقة أن العقود التي تضمن لهم أسعارا هي أقل، موضحا أننا مقبلون على تسونامي في أسعار الطاقة. ووفقا لتوقعات كيان، فإن عدد الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف الطاقة ستضاعف، وستواجه العديد من الشركات مشاكل بسبب ارتفاع الأسعار، مما سيؤدي إلى فقدان الكثير لوظائفهم، وفي الوقت نفسه سيحقق البعض أرباحا ضخمة. وانتقد المستشار السابق تشكيل الطاقة والمضاربة في سوق الطاقة وعدم تقديم الحكومة حاليا حلولا سوى الغوص على حسب وصفه. لقيت شابتان في العشرين من عمر مسرحهما جراء اصطدام أمامي في حادث مروع في روسباخ في النمسا السفلى، حيث أن لأسباب غير معروفة قاد سائق يبلغ من عمر 59 عاما سيارته في الاتجاه المعاكس، وكان برفقته امرأة وشاب ذو 18 عاما وشابتان في عمر العشرين من عمر، وجميعهم من فيينا. وقد اصطدمت السيارة بسيارة لسائق يبلغ من عمر 33 عاما برفقة زوجته وطفليهما الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 أعوام. وقد توفيت الشابتان البالغتان من عمر 20 عاما وأصيبت 3 نساء بالإضافة إلى الطفل ذو 4 أعوام بجروح خطيرة، بينما أصيب الأب ذو 33 عاما وطفلته ذو 3 أعوام بإصابات غير محددة، وتم نقلهم إلى المستشفيات المحيطة في النمسا السفلى وفيينا. وقد أمر مكتب المدعي العام في كورنويبوغ بمصادرة السيارات والجثامين وسحب الدم منهم لفحوصات التحقيق. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على الساعة 5:30 خصيصا برمضان في قراءتنا الإخبارية الموسعة. إلى اللقاء.